والآن خرجنا من منطقة القدس جينا على منطقة الخليل وهاي منطقة العروب. العروب العروب فيها مخيم العروب. صح، مخيم العروب الزراعي. ولاحظوا كيف الخليل ومناطق الخليل تشتهر بالعنب. هذه مزارع العنب، بيقولوا خليلي يا عنب. والله تفضل. لا خليه يمرق. خرع عليك يا ابن الخريج. يا الحكوة كلني زمرت. بلا هو فكرنا يهود. هاي مناطق العروب. هاي الكلية. بشور كلية زراعية. كلية زراعية. العروب معروف كلية زراعية. خذ عاد اسلم انت هيك. بس يا عمي هذا الشباك لو اميل على واحد يفتح لي اياه ما بسمعش. التصوير في الشمس بيعكس. هذا مبين سجن. ولا سجن كاين او لا امشي نقطة عسكرية. صورنا روح. هاي نقطة عسكرية بالك مراقبين كل شيء. انت بتفكر سايب الدنيا حواجز كل عمل. انا بدي انا اخوه مشان اقول للدكتور سوي هيك. خفش معلم. مالت السيارة. هاي كلية العروب. مشروع انعاش القطاع الزراعي. ايوة. شايف. هذه كلية العروب الزراعية. والله أنا شايفها فيها مناطق خربانة. بدها لي راتب ماهر. أوه بيّن إن صناديق العنب. اللي على الطريق. والله. بيّن الموسم صار خالص. العنب. شهر واحد. الخلال بلشوا يبينوا بالمحاجر. أيوة. شافوا المناشير. كراج القدس. مسكين عربين مسكين. مسكين. شوف الفرق الشاسع. راحت علينا. لا تنسى من باعوك. لا تنسى من نسيوك. تنساهمش. في الذاكرة. لولد الولد. لولد الولد. ادعي عليهم بالكساح. الله ينتقم من كل خاين خان أرضه. خان شوف أرضه. العنب. شوف العنب بأنواعه. عنب. خليلي يا عنب. رحمة الله. أبصر شو كان بده يصير هان. بدنا نشتري عنب بنبكى. عبات ابو رياض مرتبات امبارح. هذا كمان في هنا بدنا نشوف. شو هاي البلد. شو هاي البلد. فرن. مطعم السلطان هذا. بدنا نشوف البلد هاي شو هي. حل حول. بيت ام مريم. لا لازم نسأل. شوف شو هذا. فرن. فرن. نضع فرنجي. بيت أمار. تفضلوا. هاي بيت أمار. خليلي. بيت ركاسي. نشتري عنب ولا في الرجعة؟ في الرجعة. لا في الرجعة. ليش ما ناكل واحنا ماشيين؟ ليش ما نشتري واحنا مثل ونحط في السيارة؟ في الرجعة. شوي شوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابو العافية. كيف حالك يا حاج؟ كيف اصبحت؟ هاي فتح ما شاء الله العنب. السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ خليلي يا الله يا كريم يا رب.
اليوم 4:15 عندنا في نابلس ارخص منكم. هات لي قديش في عندك في نابلس كان ارخص. اليوم حملوا عنابلس اخويا من البحمد عنابلس والله قد لي 35 وبيجي ب 40. ما شاء الله ما شاء الله يا عند الخليل. شو اسم هاي البلد؟ بيت عمر. شو قلت لكم؟ قلت لكم بيت عمر وبعدين تيجي حلحول. بس التفاح انقرض. أني هاي؟ بيت عمر. بيت عمر أحسن يعني؟ السنة بتاخذ الجائزة الأولى في العنب. شو قلتوا؟ والمراجين.